السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة، نحاول أن نتواصل معكم لإكمال بقية المنهج بالكورس الأول من خلال هذه المحاضرات عن طريق الصفوف الإلكترونية. طبعاً أكيد راح تواجهون صعوبة في البداية في التأقلم معها، لكن نحاول أن نبسط الأمور معكم بقدر المستطاع. نكمل وإياكم الجزء الخاص بالدهون بعد تعرفنا على أنواع الدهون، وكان النوع الأول اللي هو Simple Lipids. ننتقل إلى Compound Lipids. Compound Lipids are classified into Phospholipids and Glycolipids. Phospholipids and Glycolipids. Further, Phospholipids are classified into Phosphoglyceride, Phosphoinositide, and Phosphosphingosides. يجب أن تحتوي هذه المجاميع الثلاثة على مجموعة فوسفيت وكذلك مجموعة فاتي أسيد. بصورة عامة، هذه الأنواع من الدهون تكون مكونة للغشاء البلازمي للخلايا بلازما سيل ممبرين. انتبه على التركيب الأول الموجود داخل الصورة واللي هو ماخذ الرمز A. هذا التركيب الأول. نأخذ طبعا أمثلة على الفوسفوغليسيرايد اللي هي بعض الأحيان يسموها غليسيروفوسفوليبيد. فالجزيئة الأولى اللي أمامكم تدعى جزيئة الليسيتين، أنظر للتركيب الكيميائي إلها، راح أشوف جزيئة الجليسيرول هذه طبعا مرتبطة اللي أسميها باك بون، العمود الفقري اللي تستند عليه بقية الجزيئات. فأجي إلى ذرة الكربون رقم 1 ورقم 2، راح أشوف ارتباط بها مع فاتي أسيد. وإذا أجي أشوف نوعية هذا الفاتي أسيد المرتبط، أحسب ذرات الكربون. عندي هنا 14 ذرة كربون، هنا 15، هنا 16، إذن هو 16 ذرة كربون فهو بالماتيك أسيد. نوع الآسرة اللي تربط هذا الفاتي أسيد بالجليسيرول هي آسر أستريك بوند، آسر أسترية، ونفس الشيء ويا الحامض الشحمي الموجود على ذرة الكربون رقم 2. أما ذرة الكربون رقم 3 فمرتبطة بجزيئة فوسفيت، هذه اللي أمامكم، وجزيئة الفوسفيت بالتالي مرتبطة بجزيئة أخرى اللي هي من نوع نسميها كحول أميني. هذا الكحول الأميني هنا النوع مالته هو كولين، فأشوف هنا مجموعة أمين، وهنا كان موجود OH، أخذ الH مال الفوسفوريك أسيد اللي كان مرتبط هنا، خرجت جزيئة ما وتكونت عندي هذه الآسرة اللي أسميها فوسفاتيك بوند، آسرة فوسفاتية، اسم هذه الجزيئة أسميها الاسم النظامي لها فوسفاتيدايل كولين، أما اسمها الشائع مثل ما اتفقنا فهي جزيئة الليسيتين. طبعا دائما عندنا سؤال، هذه الجزيئة on hydrolysis من أسوي لها تحلل مائي، شنو الجزيئات اللي ممكن أصغر حجما تنتج عنها أو أحصل عليها؟ فالجواب حيكون أحصل على جزيئة جليسيرول، أحصل على 2 أحماض شحمية، وكذلك مجموعة فوسفيت اللي بشكل فوسفوريك أسيد، إضافة إلى جزيئة الكولين، نلاحظ أنه هذه الجزيئة اللي هي جزيئة الكولين تكون مشحونة، وذلك بوجود شحنة موجبة على ذرة النيتروجين وشحنة سالبة على جزيئة أو على ذرة الأكسجين المرتبطة بالفوسفيت جروب. وبالتالي هذا الجزء من الليسيتين حيكون بولر قطبي، في حين الفاتي أسيد المرتبطين على ذرة الكربون رقم 1 و 2 حيكونون نون بولر. ومثل ما اتفقنا أنه الفوسفوليبيد والفوسفو والجلايكوليبيد تكون المكونات الأساسية للدهون المكونة للبلازما ممبرين. واتفقنا من تعريف البلازما ممبرين هو شنو نوع الليبيد مالته، امفيباثيك، يعني يحمل
صفتين مختلفة، فأم في باتك تكون الدهون non polar and polar at the same time. لهذه الجزيئة أي جزيئة الليسيتين أهمية كبيرة، وذلك لأنها تعتبر مكون رئيسي لجزيئات الليبوبروتينز. لدينا تصور أن مجرى الدم يكون مائي، لذلك عملية نقل الدهون خلاله إلى بقية أعضاء الجسم والخلايا تحتاج إلى نواقل، وهذه النواقل تسمى ليبوبروتينز، وهي على أنواع LDL, HDL, VLDL، وإن شاء الله نتعرف عليها بالمحاضرات الجاية. كذلك يسبب غياب جزيئة الليسيتين إلى حالة مرضية تسمى سيروسيس، اللي هي تشمع الكبد أو تليفه، حيث تكون نسبة الدهون في هذه الحالة المرضية تصل إلى 30%، بدلاً عن 3-4% اللي هي تكون في الحالة الطبيعية. ننتقل إلى جزيئة أخرى من جزيئات الفوسفوغليسرايد، اللي هي جزيئة السيبالين، هذه الجزيئة طبعا نلاحظ انها تتكون من الجليسرول كعمود فقري واثنين فاتي اسيد، هذه الموجودة امامكم، وطبعا ممكن تكون هذه فاتي اسيد مشبعة او غير مشبعة، ونلاحظ وجود مجموعة الفوسفيت، هذه اللي امامكم، المرتبطة بالكحول الاميني، لكن هنا الكحول الاميني راح يكون بدل ما يكون كولين حيكون اما جزيئة إيثانول أمين أو جزيئة أخرى أسميها السيرين، اللي ترجعون للتركيب الكيميائي إلها. وبالحالتين إذا كانت إيثانول أمين راح يكون اسمها النظامي فوسفاتيديل إيثانول أمين، وإذا كانت جزيئة سيرين هنا مرتبطة راح تكون فوسفاتيديل سيرين. هذه الجزيئات الاسم العام لهم هو السيبالين. عند تحلل هذه الجزيئة نحصل على الجليسيرول وأحماض شحمية قد تكون متشابهة أو مختلفة، لكن بكل الأحوال هي اثنين حامضين شحميين، إضافة لمجموعة الفوسفيت بشكل فوسفوريك أسيد، وإيثانول أمين في حالة الفوسفاتيدايل إيثانول أمين، وسيرين في حالة فوسفاتيدايل سيرين. الجزيئة الأخرى اللي هي من صنف الفوسفوغليسرايد أسميها جزيئة البلازمولوجين، تتميز هذه الجزيئة بوجود مجموعة إيثر، وبالضبط unsaturated إيثر، إيثر غير مشبع. نوع الآسرة المرتبطة هنا هي إيثر لينكج أو إيثر بوند، في حين على ذرة كربون رقم 2 من الجليسرول تكون مرتبطة فاتي أسيد بصورة اعتيادية، والآسرة هي استرك بوند. ذرة الكربون رقم 3 من الجليسيرول تكون مرتبطة بجزيئة الفوسفيت، وجزيئة الفوسفيت تكون مرتبطة بجزيئة أكس. هذه الأكس تكون مختلفة من حالة إلى حالة أخرى. في حالة الأكس تمثل لي كولين باش أسميه فوسفاتيدال كولين، وفي حالة X تمثل لي إيثانول أمين، إذن راح أسميها فوسفاتيدال إيثانول أمين. وفي حالة الجزيئة تكون متكونة من السيرين فش أسميها فوسفاتيدال سيرين. شكرا لحسن استماعكم، ونكمل معكم بقية الشرح قريبا إن شاء الله.